العثور مساء أمس الاثنين على الصبي محمود البالغ من العمر 12 عاماً والذي كان اختفى في فيرمدو قرب ستوكهولم منذ يوم السبت ميتاً في إحدى بحيرات المنطقة، فيما لم تتمكن الشرطة من تحديد سبب الوفاة، لذلك بدأت تحقيقاً أولياً في جريمة قتل. إلقاء 4 قنابل زجاجية على منزل يسكنه عدد من العائلات في منطقة ستوكهولم فجر اليوم الثلاثاء، ويعتقد أن المنزل يقطنه طالبو لجوء وشباب يخضعون للرعاية من تعاطي المخدرات. الشرطة صنفت الجريمة بأنها كراهية وبدأت تحقيقات بالحادث. سلطة معرفة بيئة العمل السويدية تشهد استقالة العديد من موظفيها في الآونة الأخيرة لأسباب تتعلق بظروف العمل داخل السلطة، ولا سيما تصرفات المدير العام نادر أحمدي الذي نشتكى منه إلى وزارة العمل بإساءة معاملته للموظفين، بما في ذلك التعليقات على الوزن الزائد وحث النساء على ارتداء التنانير القصيرة. تقارير إعلامية ألمانية وبريطانية تشير إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي تمارس أعمالا غير قانونية بحق اللاجئين من خلال قوات حرس الحدود الوطنية، وهو الأمر الذي ربما قد يكون شكل انتهاكات لحقوق الإنسان. صحيفة الغارديان تنقل عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون هو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأن ليس لديه أي نية للتفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.